روحني زي الشمس بتغيب عشان ترجع وتجيب نهر أجمل وتجيب ولاد أشجع. أنا وطني زي الشمس بتغيب عشان ترجع وتجيب نهر أجمل وتجيب ولاد أشجع. عارفين طريق البيت مهما الطريق يخدع، عارفين طريق البيت مهما الطريق يخدع. أنا وطني زي الشمس بتغيب عشان ترجع وتجيب نهر أجمل وتجيب ولاد أشجع. عارفين طريق البيت مهما الطريق يخدع، عارفين طريق البيت مهما الطريق يخدع. استحملوا يا رجالة، هانت قربنا نصلحه. طيارات العدو فوقينا يا فندم. مهما حصل لازم نكمل اللي بدأناه للآخر، لازم نحافظ على النصر ونرجع أرضنا. يا فندم يا فندم، سيادة اللواء أحمد حمدي استشهد. استوب، غلط يا آدم. المفروض إن البطل أحمد حمدي لما استشهد كانت رتبته عميد مش لواء. عايزين نركز يا ولاد عشان العرض يطلع كويس وما فيهوش غلطة. بس في المشهد بتاع التكريم حضرتك كاتبة لواء مهندس أحمد حمدي. صح، لأن بعد استشهاده اترقى لرتبة لواء لتخليد اسمه وتكريمه. مش ده اللي تسمى على اسمه الشارع اللي بنمشي منه وإحنا رايحين شرم الشيخ؟ لا يا حبيبة، ده مش شارع، ده نفق، اسمه نفق الشهيد أحمد حمدي. طيب والكوبري اللي استشهد عليه ده كوبري إيه؟ كوبري أكتوبر؟ لا طبعا يا يوسف، كوبري أكتوبر ما كانش لسه اتعمل. البطل أحمد حمدي كان في سلاح المهندسين بالجيش، وهو اللي أنشأ السدادي اللي عبرت عليها قواتنا المسلحة، وكان في الخط الأمامي وقت الحرب. تعرفوا إن هو قضى ليلة 6 أكتوبر من غير ما ياكل أو يشرب أو يرتاح، وكل ده عشان كان بيطمن على المعابر والكباري اللي كانت بعد كده سبب رئيسي لنجاحنا في الحرب وعبور القناة. والحرب كانت في رمضان، يعني فضل صايم؟ ده حقيقي يا مالك، وفي يوم 14 أكتوبر استشهد وسط جنوده وهو بيعيد إنشاء كوبري كانت فك، وما همهوش القصف الجوي اللي قام به العدو، كان كل اللي همه إنه يقدر يكمل الكوبري عشان عارف أهميته في الحرب. وعشان الدور البطولي للشهيد أحمد حمدي اتسمى أول نفق يربط سينا والسويس على اسمه. لازم تكونوا عارفين يا ولاد إن كل شهيد اتسمى ميدان أو شارع أو مدرسة باسمه ده بطل، بطل ضحى بحياته عشاننا وعشان بلادنا. لازم نعرف حكاية كل واحد فيهم لأن دول أبطال حقيقيين، لازم ناخدهم قدوة لينا، مش مجرد أسامي مكتوبة على يفط. بس أنا قريت على الفيسبوك إن النفق ده لسه جديد. لا يا مالك، النفق ده قديم وبدأ تنفيذه أيام الرئيس السادات. أما النفق الجديد هو نفق الشهيد أحمد حمدي 2 اللي افتتحه الرئيس السيسي في 2021 واللي ربط سينا بوادي النيل، وده واحد من ضمن 5 أنفاق جديدة بتعدي من تحت قناة السويس. يعني العربيات بتمشي تحت المية؟ أيوة، وده طبعاً إعجاز هندسي قامت بيه قواتنا المسلحة وشركات وعمال مصر. تحت المية؟ معقولة؟ كل ده سمك؟ لا 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 لا. زياد زياد، انت معانا؟ معلش يا ميس، اصلي سرحت شوية وتخيلت نفسي ماشي في النفق ده وشايف السمك من ورا الإزاز. النفق ده يا زياد بيبقى نفق خرساني مش زجاجي. طيب هنوقف بروفا دلوقتي ونكتفي بكده النهاردة عشان انتوا ناقصكم معلومات كتير. ايه رأيكم نروح أوضة الأنشطة؟ عايزة أوريكم صور الأنفاق. زي ما انتوا شايفين يا ولاد، المشروع عبارة عن 5 أنفاق جديدة بتمر من تحت قناة السويس، منها مثلاً أنفاق بورسعيد اللي سهلت حركة نقل البضايا بين شرق وغرب مدن القناة، وأنفاق الإسماعيلية
اللي خلت الوصول لسينا ياخد حوالي 10 دقايق بس، ونفق الشهيد أحمد حمدي 2 اللي اتعمل عشان يخفف العبء عن المواطنين خلال عبورهم لسينا. الأنفاق دي يا ولاد تعتبر بوابة لتنمية سينا، لأنها ربطت سينا بالدلتا ومدن القناة، وسهلت حركة العبور من القاهرة ومدن القناة لسينا بشكل مباشر، وده لخدمة أهلنا في سينا طبعاً، اللي في الأول عشان يجوا القاهرة كانوا بيركبوا معدية ويقعدوا بالساعات. لازم يا ولاد نبقى فخورين ببلدنا وبالإنجازات اللي بتتعمل فيها، اللي هتخلي بلدنا إن شاء الله أحسن بلد في الدنيا. يعني ما طلعش فيه سمك وجمبري ولا حاجة؟ ما انت لو بتركز معايا زي ما بتركز في الأكل هتفهم كل حاجة. إن شاء الله يا ولاد بعد عرض المسرحية هنعمل لكم زيارة لأنفاق الشهيد أحمد حمدي علشان تشوفوا عظمة بلدكم والإنجازات اللي بتتعمل فيها.